السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل السلسلة التعليمية في MATLAB Chapter 7 Programming in MATLAB. برمجة في MATLAB. هي البرمجة MATLAB هي طبعا ما فيش أي اختلاف بينها وبين برمجة لغة السي، إلا أن بعض الأوامر بتتكتب في MATLAB بطريقة أسهل من لغة السي. فنشوف شوية حاجات كده مع بعض. هنتكلم the objectives of this chapter. هنتكلم عن relational operator, conditional statements, loops والمسائل. طيب بيقول لك لاحظ الاتي in relational operators. بيقول لك ان علامة يساوي يساوي دي او اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي او لا يساوي ما ينفعش تحط بينهم space، تمام؟ لازم تحطوا جنب بعض كده. All relation produce one or zero، يعني أي علاقة بتقارن ما بين شيء وشيء، لما يديك واحد لما يديك زيرو، يا إما العلاقة دي صحيحة يا إما العلاقة دي مش صحيحة. يعني لو قلت مثلا واحد أكبر من اتنين false أو zero، يعني طبعا إن الواحد مش أكبر من اتنين. طب لو واحد أصغر من اتنين true، ده بالنسبة للعلاقة دي. وبينا بيوريك العلامات تاني، يقولك دي أكبر دي أصغر، دي أكبر من أو يساوي، ودي أصغر من أو يساوي، دي يساوي وده لا يساوي. بقى شوية ملحوظات مهمة جدا. لو تو كميتين قياسية، لو اتنين كميتين قياسية قارناهم، يعني مثلا واحد واتنين تلاتة وأربعة، الناتج المقارنة هيبقى صفر أو واحد أو true or false. يعني قلت واحد أصغر من اتنين أو واحد أكبر من اتنين، تمام؟ If two arrays with the same size are compared, the comparison is done element by element. يعني أنت عندك vector سميته A مثلا، A ده في واحد واتنين وتلاتة، تعال نمثلها مثلا بالرسم. وال B بيساوي مثلا اتنين وتلاتة وأربعة، يعني قلت ال A بيساوي فيكتور مثلا واحد اتنين تلاتة، ما بينهم سبيس طبعا، تمام. والبي بتساوي مثلا تلاتة أربعة خمسة. وجيت مثلا هعمل عملية حسابية ما بينهم، أقول مثلا هل الـ A أكبر من الـ B؟ ده سؤال. هل الـ A أصغر من البي؟ ده سؤال. هل الـ A بيساوي الـ B؟ سؤال تاني. هل الـ A لا يساوي الـ B؟ كان بيعملها علامة تمام، لا يساوي الـ B. فهنا عشان يعمل العلاقات الـ relate operational دي، بياخد العنصر الأول في المصفوفة الأول بالعنصر الأول هنا، وهكذا بقى، ياخد ده مع ده وياخد ده مع ده ويقعد يقارنهم. ففي العلاقة الأولانية هل الـ A أكبر من B؟ طبعا فولس فولس. هل الاتنين أكبر من أربعة؟ فولس. هل التلاتة أكبر من الخمسة؟ فولس. يبقى يطلع لك تلات أصفار على الشاشة. طيب العلاقة التانية، هل الـ A أصغر؟ واحد أصغر، اتنين أصغر، يبقى true، تلات أحايد. طب هل بيساوي؟ لا، يبقى false، تلات أصفار. بيعمل تلات مقارنات عشان تلات أرقام بقى تلات أرقام. هل الـ A لا يساوي الـ B؟ طبعا صح، الـ A لا يساوي الـ B، كل عنصر هنا لا يساوي العنصر التاني. ايه فكرة دي يعني الحاجات دي؟ طيب if a scalar is compared with an array, the scalar is compared with every element of the array and the result is an array with ones and zeros according to the outcome of the comparison of each element. بيقول لك لو انت مثلا هتقارن كمية قياسية ب array، الكمية دي هتقارن مع كل element. يعني انت مثلا يعني قلت مثلا ال x بيساوي 3 4 5، اسمي دي array مثلا، okay. وهسمي الـ A بيساوي 6. أقول لك هل الـ A أكبر من X؟
يروح عامل ايه؟ نفس الفكرة، ياخد ال ايه دي اللي هي بتمثل 6 ويقارنها بالرقم الأول والرقم التاني والرقم التالت. هل 6 أكبر من 3، أكبر من 4، أكبر من 5؟ يبقى 3 ones. اوكي دي لو array. ايه تاني؟ if a scalar is compared with okay all the relational operators have lower precedence than the arithmetic operators. All the relational operators have lower percentages. يعني ايه lower percentages؟ او lower يعني اقل اهمية، precedence precedence يعني اقل اهمية، اقل اولوية. يعني ايه اولوية؟ يعني مين يجي الاول؟ يعني في الرياضة كنا مثلا بنقول 3 + 2 = 6. اولوية الارثمتيك، العمليات الحسابية، ان انا كنت بضرب بعدين اجمع، يعني اقول اضرب 2 × 6 ب 12، 12 + 6 = 3 = 15. ده اسمها اولوية. يبقى دي has higher ماشي precedence. اوكي نقطة بقى، كمل انت. وده طبعا has lower precedence. فبيقول لك العمليات ال relational اللي هي المقارنة، يعني المقارنة زي أكبر أو أكبر من أو أصغر من، بيساوي أي ما يكون بقى. كل دي lower. هقول لك ليه lower precedence، يعني أقل أولوية بالنسبة للعمليات الحسابية. يعني إيه؟ يعني أنت مش هينفع تقارن حد بحد إلا لما تعمل عمليات حسابية علشان يطلع ناتج صح. يعني انت مثلا بتقول لي هو مديك امثله تحت هنا. طيب مثلا اديك انا اقول مثال، مثلا لو قلت لك هل 3 × 2 اكبر من او يساوي 6 + 2 = 3 مثلا، فانت ما تقوليش ان هو هيقارن دي بدي على طول مباشره. هو كده في الكمبيوتر ما بيعملش كده، لا بيعمل ايه؟ بيعمل العمليه الحسابيه دي 3 × 2 = 6 ويحط دي زي ما هي، يقول لك 2 × 3 = 6 = 6 = 12. بعد ما يطلع العمليه الحسابيه دي، والعمليه الحسابيه دي اللي هي has higher precedence اولويه عليا، يعني بعد كده بقى في رقمين بس قدامه فيقدر يعمل عمليه حسابيه ببساطه جدا. هل 6 أكبر منها يساوي 12؟ طبعا دي فولس، تمام، أو بتطلع 0 على الشاشة. دي كلمة higher and lower. طيب هنا بقى مديك ايه؟ بيقولك لو في عمليات معينة انت عايز تعملها الأول، بتحطها بين parentheses، بين قوسين يعني، خلاص. اوكي طيب هنا مديك بقى امثله، خلاص مفيهاش اي مشكله، كلها شرحناه. او هنا في المثال ده مش هيجمع على طول، هيشوف الاول هل 6 اكبر من ال، هيعمل ايه بقى في المثال ده؟ ده مثال توضيحي برضو كويس. بص كده معايا، هل 6 اكبر من 7؟ فولس، فيحط 0، حط الجمع. هل 8 أصغر منها يساوي يساوي 8؟ حط 8. هل 8 أصغر من 8؟ بس بتساوي صح، يعني 8 أصغر من أو يساوي، طالما في أو يساوي دي يعني 8 بتساوي 8، يبقى بتحط 8. بس هو هنا بيحط بقى إيه مكانها؟ 1، ترو يعني، عشان بس نشتغل بترو أو فولس. أوكي، اما الزيرو هي دي معناها فولس. طيب زائد، هل في اي عمليه مقارنه او جمع تاني؟ مفيش. في عمليه حسابيه ل 2 × 5، 2 × 5 = 10، يجمع بقى تبقى 11. يبقى 6 اكبر من 7؟ لا غلط، قال لك فولس. 8 بتساوي 8، ترو، حط 1. بعد كده عمل عمليه حسابيه،
طبعا هو حطهم ما بين قوسين علشان تتعمل العمليات دي الاول، يعني من الشمال لليمين، from left to right. اوكي بيعمل عمليات الحسابية وال relation operators برضو، بس هو بيدي الأولوية للعمليات الحسابية، جمع طرح ضرب اسم باور وهكذا. طيب اتفقنا، هو لو عندك فيكتور وفيكتور او اري واري وعايز تقارن اري مثلا x1 و x2، بياخد كل اري ويقارنه بالتاني، كل عنصر في في الاري الاولاني بالعنصر التاني. انت بتقول x1 اكبر من x2، هل الكلام ده صح؟ هل 12 اكبر من 8؟ اه ترو، يبقى حط واحد. هل 10 اكبر من 10؟ فولس 0، وهكذا. نفس الفكره بقى في ايه، في العمليات الحاسبيه، في الريليشنال اوبريشن كلها، بيقارن element by element، كل عنصر في المصفوفه الاولانيه بعنصر المصفوفه الثانيه، يقعد يقارنهم. لو تحقق الشرط يحط true، اذا لم يتحقق الشرط يحط false. true معناها 1 والfalse معناها 0. اوكي، the following multiplies x1 element by element. طبعا انت لو عايز تضربهم element by element برضو، احنا خدنا من قبل كده برضو في القواعد، ان في حالة الضرب او القسمة اي حاجة ما عدا الجمع والطرح، يعني اي حاجة ما عدا الجمع والطرح، لان الجمع والطرح already بتتعمل element by element. لكن الضرب وباقي العمليات الحسابية عايز تعملها element by element، يعني مينفعش تقولي مثلا، ما تقوليش ان ال x1 اوكي array مثلا بتساوي، سوري دي array كده قوس 1 2 3 مثلا، وتقولي ان ال x2 بتساوي 2 2 2 مثلا، وعايز تقولي x1 في x2، الكلام ده غلط. ليه غلط؟ لان دي اري اوكي اند، ودي كمان اري، فعشان تضرب element by element بتقول x1 وتحط دوت كده جميله اللي بتمثل عامه الضرب، وتحط الضرب اللي هي الاستريك اوكي و x2. كده هيعمل ايه؟ كده هو فهم ان كل عنصر هنا هيضربه هنا، كل عنصر هنا هيضربه هنا، كل عنصر هنا هيضربه هذا الشكل. ونشوف بقى القواعد التانية بتاعة ضرب المصفوفات يعني. تمام، بس شوف كده معايا. طيب فين x1؟ ادي x1 لما طلعها هو بكام؟ دي x1 اللي هي 12. هناخد بس مثال، يعني هو ناخد المثال اللي هو مديهولك ده ونشوف كده نطبق عليه. هناخد بس أول عنصر بس عشان أفهمك الكلمة، x1 هناخدها أول عنصر اللي هو ب 12. طيب x2 اللي هو 8 أول عنصر فيه، عشان نوضح بس الفكرة. تمام، حط فيكتور جديد يسمى زي ما يسميه بقى مش تفرق، عشان يعمل عملية معينة ويخزن القيمة دي في الفيكتور ده. يعني هو ممكن يشيل الفيكتور ده خالص يقول x1 أكبر من x2 ويطلع له نفس الرقم، بس هو قال لك برضه علشان لو تحب إنك تاخد العمليات الناتج ده تحطه في x3، وتاخد x3 ده تعمله في عملية تانية وهكذا، يعني فمتاح. طيب أدي x1 و x2، هل x1 أكبر من x2؟ صح true. هل x1 بيساوي x2؟ false. دي بتاعت أول واحدة ودي بتاعت التانية. هل x1 لا يساوي x2؟ true. هل the following multiplies element by element then it checks which elements are larger. طيب عمل هو ال element by element اوكي، بعد كده يقارن، يعني يقارن هل لما انت ضربت ال element by element دول طلعوا اكبر من 50؟ يعني ايه؟ يعني اديك مثال،
لما ما دي كده انا خدت الاليمنت الاولاني والاليمنت الاولاني عشان اوضح. هو طبعا بياخد الاليمنت الاول واللي بعديه واللي بعديه ويعمل نفس الكلام. فانت بتضرب ضرب الاليمنتس x1 y1، يعني بيقول لك 12 في 8، ده معنى الكلام 12 في 8، الاليمنت الاول والاليمنت الثاني. هل ده اكبر من 50؟ اكيد طبعا اكبر من 50، يبقى ترو. ياخد الاليمنت الثاني ويضرب، ياخد بقى يعني عندك كذا اليمنت هنا بقى اهو، ياخد 12 في 8. هل يطلع العملية ويقارن اكبر من 50؟ 10 في 10 ب 100 اكبر من 50. 13 في 15 ماشي، 9 في 8 7، لغاية لما يجي 2 في 6، 2 في 6 ب 12. هل 12 اكبر من 50؟ فولس، فيطلع لك صفر في الاخر اللي هو الصفر ده. The following defines 4x4 matrix A and checks which elements in A are equal to 3. هيعمل لك مصفوفة، المصفوفة دي عايز يعمل فيها ايه؟ يقول لك which elements in A، اي element او اي رقم في A يعني بيساوي 3. فهو عمل مصفوفة سماها تعملها 3 صفوف، وواحد اتنين تلاتة أربعة أربع أعمدة سماها ايه؟ وقال لك هل البيديا ده مصفوفة جديدة بتحتوي على نفس عدد الصفوف والأعمدة بتساوي ال A بتساوي تساوي ال B. يعني هو بيقول لك هل ال A القيمة اللي في A بتساوي 3، ايه القيمة اللي في A بتساوي 3، احط جنبها ترو او صحيحا يعني واحد. اي قيمة في المصفوفة دي ما بتساويش 3 تبقى بصفر. لما تيجي نشوف كده، هل 9 بتساوي 3؟ لا، حط صفر. 10 بتساوي 3؟ لا، صفر صفر صفر. ايه اللي بيساوي 3؟ هنا فحط واحد، هنا حط واحد، هنا حط واحد، وهنا حط كمان واحد. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح conditional statement، وارجو ان يكون الفيديو ده حاز اعجابكم. ان شاء الله في فيديوهات قادمة حسب الوقت. اعمل لايك وشير الفيديو لو عجبك، اعمل سبسكرايب للقناة، وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.